صباح الخير مباشرة من استوديو اكسبو صباح هذا الصباح في مقر الحدث اكسبو 2020 دبي. عالميا ومحليا هي سيدة مناضلة لحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية، فهي أول امرأة إماراتية تصبح عضوا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، كما أنه تم اختيارها كعضو في تحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. في يوليو الفائت تم انتخابها لتكون عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للأبنية الخضراء. هذا كله جزء بسيط من الأدوار التي تعتليها ضيفتنا اليوم، الأستاذة حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة والشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. أستاذة حبيبة، أهلا وسهلا باستوديو معنا. ما قصرتي، وشكرا، وصباح الخير وكافة مستمعينا، وشكرا على استضافتي. شكرا، وسامحينا اذا ما ذكرنا كل الادوار اللي حضرتك. لا بالعكس، ما قصرتي، كفيتي وفيتي، عشان ما شاء الله يعني بدها كذا حلقه لنغطيها. ما شاء الله عالميا ومحليا، وبحس انه الافضل نسمع من حضرتك من هي الاستاذه حبيبه المرعشي. حبيبه اماراتيه، ام، واصبحت العام الماضي جده الحمد لله. الف مبروك. الله يسلمك. ناشطه بيئيه، الاستدامة في صميمي في حياتي، وأحب بلدي وأخدم بلدي من خلال العمل البيئي والتنمية المستدامة. يا هلا يا هلا أستاذة حبيبة. حضرتك الرئيس الشريك المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة والشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، يا ريت بتعرفينا أكثر عن هيدول المؤسستين، أدوارهم، الخدمات اللي بتقدموها. مجموعة الإمارات البيئة هي أول مؤسسة غير حكومية في دولة الإمارات، أسست في عام 1991 بهدف نشر الوعي البيئي في مجتمع وتفعيل دور قطاعات المجتمع المختلفة، أبناء المجتمع في العمل البيئي. وضعنا في نصب عيوننا في البداية من أسسنا شو هي الأشياء اللي بنشتغل عليها وشو هي الأهداف اللي بنضعها، فنظرنا للتحديات اللي موجودة على الساحة الوطنية وحولناها إلى أهداف وبدينا نشتغل عليها. عملية التوعية البيئية والتثقيف البيئي استوى جزء لا يتجزأ من رحلتنا ومسارنا من يوم ما بدينا ولين اليوم الحمد لله. وتحت إنجازاتنا عدد كبير من البرامج التعليمية اللي نسويها للمؤسسات التعليمية. شوية شوية طبعا فتحنا مجالنا مع المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم العربي، ونشاطاتنا يتضمن الطلبة من مختلف الجنسيات اللي موجودين عندنا في الدولة وفي المنطقة. الخط الثاني اللي اشتغلنا عليها كيف نحن نفعل دور القطاع الخاص بحيث يكون يعني شريك فاعل في التنمية المستدامة وفي هذه الرحلة، وهذا كانت من الأمور المهمة اللي نحن يعني ركزنا عليها، والحمد لله رب العالمين ما خيبنا وفعلا حققنا فيها نجاحات كبيرة. اليوم تشوفين أنت المجتمع الأعمال في دولة الإمارات يعتبر من أكثر القطاعات المتفاعلة والرائدة في مجال التنمية المستدامة. نظرنا لبرنامج إدارة النفايات، موضوع إدارة النفايات من المواضيع المهمة وهي تحدي عالمي موجود، فكيف نحن ممكن كحلول محلية نساهم في على الصعيد العالمي. فنظرنا للنفايات وكمياتها ونسبها وكيف تدخل في مكبات النفايات وشو ممكن نحن نسويه كمنظمة غير حكومية، وشو هي القطاعات اللي ممكن نركز عليها ونركز عليها عشان نجذبها نتفاعل معها. فطرحنا برنامج وراء برنامج الحمد لله لين ما اليوم استوى جزء من الثقافة المؤسسية، من الثقافة المجتمعية، ممارسة يومية لأبناء المجتمع. في عام 2002 رب العالمين وفقني لزيارة لأكون جزء من الوفد اللي سرنا إلى جنوب أفريقيا لحضور المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة. هناك سمعت مصطلحات جديدة، أحد المصطلحات كانت المسؤولية الاجتماعية، الشراكات المتداخلة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فأنا صراحة تفاجأت لأنه هذا كانت التجربة الحقيقية لمجموعة الإمارات. نحن أصلا قايمين على الموضوع هذا، الشراكات الفاعلة بيننا وبين القطاع الخاص. شعارنا في مجموعة الإمارات معا من أجل بيئة أفضل، معا الشراكة هذه. فرديت كل ثقة وحماس أني أبدأ أشتغل أكثر وأفعل
دورنا مع القطاع الخاص واشتغل بطريقة أكثر، أدخل الأنظمة. قبول من القطاع الخاص وايد الحمد لله رب العالمين. فأسسنا في عام 2004 الشبكة الأقليمية العربية للمجموع يعني للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وما شاء الله وصلت عالميا يعني الحمد لله. الشبكة هذه لعبت دور كبير جدا على الساحة الوطنية والساحة الأقليمية ولا زالت تلعب. أول شيء سويناه طبعا استفتاء، وسوينا مسح ميداني نفهم هل فعلا المسؤولية الاجتماعية مفهوم موجود ممارسة، من هي المؤسسات شو تفهم عن الموضوع هذا. اللي خذينا من عنده ساعدنا في أن نبدأ برنامج بناء القدرات مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك مع المؤسسات الحكومية. خلال بحثنا هذا تعرفنا على نماذج مشرفة في الدولة وفي المنطقة اللي ممكن يعني هذه النماذج حتى إذا وضعتيها في أي دولة متقدمة هي بتكون رائدة. نعم. فهذا شجعني أني أطرح الجائزة. اشتغلنا عليها سنتين فعلا، لجان فنية لجان استشارية وكذا، لين ما أطلقنا الجائزة. تعتبر من أهم مخرجات الشبكة العربية. الجائزة أطلقتها في 2008، وكان في هذاك الوقت مثل ما نعرف النكسة الاقتصادية والمالية والأشياء، والناس قالوا أنت بطرانة وهذا يعني كلام فاضي، الناس بتفكر في جوائز. وأنا قلت فعلا أن هذا هو الوقت المناسب لطرح الجائزة، والحمد لله نحن يوم 14 احتفلنا بالدولة 14. نعم يعني. هيدا كتير بهمنا نعرف عن هاي الجائزة، شو مؤهلات الترشح لها وعلى اي شو المعايير اللي بتاخذوها بعين الاعتبار لاختيار الفائزين؟ شوفي مثل ما قلت سنتين انا اشتغل على الجائزة، بما اني كنت عضو في منظمات عالمية فساعدني هذا الموضوع اني اخذ هذه المعايير العالمية كيف اني انا اجيبها على الساحة الوطنية والساحة العربية عشان احنا نستفاد ونحسن من ادائنا ونغير من ممارساتنا ومفاهيمنا. فخذينا المبادئ العشر للميثاق العالمي المتحدة، خذيت المبادرة معايير الجي ار اي المبادرة الإبلاغ العالمية اللي أنا فعلا كنت أيضا أحد أعضاء في مجلس الاستشاري فيها في دورتين. خذينا نموذج الجودة الأوروبية الاي اف كيو ام، هذا كله طرحناه يعني حوطوها من جميع المجالات الحوكمة واشتغلنا عليها شغل، يعني مش بس ترجمناها، لا خذيناها وأقلمناها وسويناها بحيث أنها تكون مطابقة لاحتياجاتنا وخصوصياتنا وتحدياتنا الموجودة. استجابة اللي كانت من القطاع الخاص كانت مبهرة، ومن يعني ما شاء الله يعني الدول العربية من أول دورة في الدورة الأولى والثانية شفنا مؤسسات حكومية تتقدم. ففي الدورة الثالثة بديت أطرح فئة جديدة، يعني في البداية يوم طرحتها بس ثلاث فئات. مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. هلأ مين اللي ربح؟ ما شاء الله ما شاء الله، اليوم احنا عندنا 13 فئة. فئة المؤسسات الحكومية فازت شرطة دبي، فئة المؤسسات القطاع الخاص الكبيرة فازت شركة الخليج للمنتجات البتروكيميائية من البحرين. في عندنا فئات مؤسسات المؤسسات الصغيره، فئه القطاع المالي. فئه القطاع المالي فازوا بنك افريقيا، تعتبر او اكبر بنك في افريقيا، هي مقرها في المغرب. من المؤسسات المتميزه على الساحه العربيه. فئه المؤسسات الاجتماعيه فازت فيها مؤسسه من الامارات، مدينه الشارقه للخدمات الانسانيه. فئه المؤسسات الصغيره شركه سنابل من السودان. فبتشوفين تنوع المؤسسات. فئه قطاع الطاقه، مصدر فازت فيها. فتشوفين اولا نوعيه المؤسسات، حجم المؤسسات. ليش هذا مهم؟ لانه هذيل المؤسسات الكبيره تاثيرها كبير وريادتها قويه، فاذا كانت فازت ودخلت في مسار الاستدامه فهي بتكون محفز ورائد وفعلا مثل ما تقولين معلم للباقيين عشان يتبعون. حبيبه بما انه عم نحكي عن الاستدامه، وهون بالاكسبو احدى التركيز يعني بيركزوا كثير على الاستدامه والمسؤوليه الاجتماعيه وحمايه البيئه، شو رسالتك لرواد الأعمال وكيف ممكن يعني يركزوا على هيدا الموضوع بمجال حوكمتهم الداخلية والاستراتيجية عن تأسيس مؤسسات؟ شكرا، سؤالش حلو صراحة. أنا دوما أقول قطاع الأعمال من القطاعات المهمة، فلازم تنظر أنه ممارستها في المجتمع يكون موائم مع استراتيجياتها. صحيح. ولازم تنظر له بجدية فعلا أنه هي تكون قيمة مضافة لمؤسستها، بيساعد على تحسين سمعتها، بيساعد على تحسين ممارساتها، تخفيف التكلفة بالنسبة لها، بناء الولاء بالنسبة لموظفينها، فتح أسواق جديدة بالنسبة لهم. فكل ما كانت المؤسسة صادقة
وفعلا مخلصة ودخلت بالطريقة الصحيحة ما بتخسر أبدا ولا بتندم. نعم أكيد. دكتورة حبيبة أنا بدي أتشكرك كثير لوجودك معنا وشكرا لكل النصائح اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا كثير وهلأ بالعودة لكم لمركز الأخبار.